السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويوم جديد وملعب الأهلي. النهاردة تكملة الأسبوع الخامس باللقاء وحيد جمع ما بين إنبي والزمالك. الزمالك يكرر سيناريو 21/10/2008 على حساب إنبي لما نجح عن طريق جونيور وأحمد مجدي وعمر الصفتي وشريف أشرف إن هم يتفوقوا للزملكاوية على حساب إنبي 4-1، وكان هدف إنبي الوحيد أحرزه وقتها عبد الله رجب. السيناريو يتكرر بعد 10 سنين لإنبي مع الزمالك. الزمالك تسيد اللقاء من بدايته لنهايته، يعني الزمالك لعب 4-2-3-1، كان موفق جدا جدا، معظم أوقات اللقاء. الكلام اللي هنتكلمه مع حضراتكم بالتفصيل مع نجومنا كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش، وكابتن أحمد بلال. يبقى الزمالك بيتفوق بنتيجة كبيرة جدا جدا على حساب إنبي. إنبي اللي هو معظم نجومه ومعظم لعبته المميزين من إنبي السنة دي، وخالد متولي الله يكون في عونه، الراجل هيشتغل ازاي في ظل طبعا عناصر جديدة وعناصر حتى القديمة يعني معظمها كبير جدا في السن. لكن قدر الزمالك النهاردة عن طريق كاسونجو وابراهيم حسن، وكان قبلهم محمود علاء من ركلة الجزاء، وابراهيم حسن كان جاب هدف الثالث، وكمان صلاح سليمان يعني كان أحرز هدف بطريق الخطأ طبعا في مرمى. اللقاء اللي أداره تحكيميا محمد معروف. محمد الكرة دي أنا مش شفتهاش، دي كانت النتيجة كم بس، لأن أنا تأخرت ربع ساعة عن الماتش. وحياة أبوك الكرة دي ما تحسبتش. يا نهار اسود، يا نهار اسود، لا عيدها تاني، بس ما شفتش أول ربع ساعة. يعني أنا جيت كده يعني على جول محمود علاء على طول. يا نهار اسود، ده جنش عرف السيد ده، قولوا لي بس الله يخليكم عرف السيد. اوكي كانت 0-0. محمد معروف ده في على فكره الخطا ده من الصوره طبعا اتجاه الكره خلاص مع عرف السيد، دي طبعا صوره واضحه جدا، ودفعتين هو خطاين باليد وبالقدم. والقانون الجديد عشان تبقوا عارفين بس، لان احنا كل شويه هنقوله بنحاول نقرا فيه شويه، لو الجول باليد دفع حد باليد طرد، لو دفع حد باليد طرد. طيب يبقى الكره دي طبعا بتغير في سيناريو اللقاء، وخصوصا لما يكون إنبي مش في حالتها المعتاده بتاع كل سنه، يعني الركائز الاساسيه مش موجوده عندها، تفرق بالكتير. نقطه تحول ممكن تكون نقطه تحول، لكن كل اللي انا اتفرجت عليه حق ربنا يتقال، يعني معظم اللي انا اتفرجت عليه الزمالك كان متفوق جدا جدا، لعبته حتى في عن طريق الاهداف. كاسونجو جاب جول كويس قوي، ابراهيم حسن صبر على الكوره بتاعته صبر كبير جدا في منتهى الهدوء، كان مميز جدا وهو بيحرز الهدف الثالث. محمود علاء هي ركله الجزاء لحازم امام صحيحه 100%، يعني يمكن عبد الرحمن عامر كان حاول ان هو يلم رجله كده، لكن الصدام حصل، صدام ما بين حازم امام وعبد الرحمن عامر حصل، فبالتالي هي ركله الجزاء صحيحه لنادي الزمالك، احرز منها محمود علاء. هتقول لي حازم امام كان رايح كده كده يقع، الصدام حصل ولا ما حصلش؟ حصل. فاذا ده حاجه في القانون بيسموها يعني تهور حصل من عبد الرحمن عامر، كان على قصره تم احتساب ركله جزاء. انا من وجهه نظري انها صحيحه لنادي الزمالك 100%. وبعديها ابراهيم حسن بكره مررها مش تسلل ولا حاجه، ولا حتى كاسونجو تسلل، كره جول صحيح 100%، والهدف الثالث والرابع عن طريق ابراهيم حسن وكاسونجو، فالزمالك تسيد اللقاء. لكن الكره ديت انا ما شفتهاش في البدايه يعني، لكن طبعا ركله الجزاء صحيحه 1000000%. ويعني الناس، انا مش عايزكم تستعجلوا دايما في تقييمك للحياه، ما تستعجلش خالص، اللي جاي هيوري لك، لو صبر القاتل على المقتول هيموت لوحده، هتشوف حاجات كتير. واللي طالبوا بالفار من فتره كده يعني ما ينسوش مطالبتهم بالفار. حتى في حاجه طبعا النهارده لازم اقولها، يعني الناس اللي انتقدت مصعب عوض وما خرجتوش من بيته النهارده بتقولوا على صلاح سليمان ايه؟ بيبيع سبح؟ دي الكوره، الكوره كده، لا ده قاصد يعني يخلي فرقته تخسر، ولا ده قاصد يجيب جون في نفسه، لا ده قاصد يخلي فرقته تبقى متاخره
ولا ده قاصد يخلي فرقته تزيد هزيمتها في الاجوان او محصلتها تبقى اهداف كتيره. يعني بعد الجول اللي احرزه صلاح سليمان النهارده كل الناس اللي مسكت مسعد عوض وما يصحش ويصح ويصح وما يصحش وازاي يلعب وازاي ما يلعبش النهارده، ايه صلاح سليمان بيبيع سبح؟ هي دي الكوره يا جماعه، ما تستعجلش وما تخونش ناس. وما فيش لعيب ولا في حكم ولا في محمد معروف مش موفق في ضربه الجزاء اللي انا شفتها ديت، دي واضحه جدا الاثنين، ضربه جزاء على جنش بالدفع وبالرجل. لكن في النهايه الزمالك استحق المكسب، استحق المكسب طبعا، كان احسن، كان احسن طبعا، محدش يتكلم. لكن مفيش حكم يعني هيبقى عايز يأذي نفسه، ولا في حكم عايز لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ان هو في نيته حاجه مقصوده يعني، ولا عايز يخلي شكله وحش. لكن انا اقول لكم يعني كابتن محمد معروف هو راجل بيتفائلوا بيه الزملكاويه في ماتشات انبي. يعني السنه اللي فاتت الدور الاول اتعادل انبي مع الزمالك، الدور الثاني مش فاكر النتيجه عشان بس ما اقولش حاجه غلط يعني، لكن من سنتين كان الزمالك تفوق على انبي وكان اللي بيدير اللقاء كان محمد معروف، فتفاؤل بوجود كابتن محمد معروف. ف ده مختصر اللقاء النهارده، هتكلم مع حضراتكم مع النجومنا كمان كابتن ماهر امام وكابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال.